السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سأريكم أكثر من طريقة لتحصل على الإيموجي أو الوجوه لأجهزة الحاسوب المتواجد أيضا أو مثل المتواجدة في أجهزة الآيفون والآيباد، أي هذه الوجوه التي تراها أمامك. يوجد الكثير من الأشكال الرائعة التي يمكنك استخدامها في هاتفك الآيفون أو الآي أو إس، كذلك الأندرويد يعني كما ترى أمامك، وللأسف غير متوفرة في محادثات الفيسبوك على الحاسوب وغير متوفرة في الكيبورد، فيمكنك إضافتها بعدة طرق. الإضافة الأولى أو الطريقة الأولى هي بتحديد الوجوه التي تريدها. طبعا نفضل هذه الطريقة في الواتساب. الواتساب ويب عندما تقوم بتوصيله بهاتفك تظهر لك هذه الوجوه. طبعا توصيل واتساب بالويب أصبح متاحا لكل الأجهزة، حتى آي أو إس كانت غير متاحة في السابق وكان يلزمها جيلبريك وأداة لكي تقوم بها، الآن أصبحت متاحة في آي أو إس 9، لا يوجد أي مشكلة، يمكنك استخدامها على الويب على كل الأجهزة أندرويد ويندوز فون كذلك آي أو إس بدون جيلبريك وبدون أي شيء. بعد توصيل طبعا هاتفك المحمول بالحاسوب وفتح واتساب ويب واستخدام الواتساب من خلال الحاسوب، يعني تكتب هكذا الوجوه التي تريدها، هذه الوجوه التي تراها أمامك، هكذا تكتب أي وجه تريده، وبعد الانتهاء تقوم بتحديدها والضغط على كنترول سي في لوحة المفتاح. الآن تذهب على الفيسبوك أو تذهب إلى الفيسبوك وتقوم بلصق هذه الوجوه. طبعا في البداية أو ربما تظهر لك بعض الوجوه بهذه الأشكال، لا توجد أي مشكلة، بعد لصقها وإرسالها تظهر بهذا الشكل، والمستخدم الآخر عندما يكون لديه أو يستخدم أو فاتح الفيسبوك من خلال الهاتف تظهر له الوجوه بشكل كامل. الطريقة الثانية هي بالانتقال الى هذا الرابط، رابط إضافة للمتصفح جوجل كروم، تقوم بإضافته طبعا توفر لك كل الوجوه. تضغط على تثبيت إضافة، الرابط سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن بالطبع. الآن تنتظر حتى يتم تحميل هذا الملف، وبعد الانتهاء من التحميل سيتم إضافة الأداة أو الإضافة إلى متصفح الجوجل كروم. إذا كما ترى مشاهدي الكريم تمت إضافة ايموجي انبوت باي ايموجي ستوف دوت كوم إلى كروم كما ترى أمامك. الآن تذهب إلى أي مكان في فيسبوك، في أي مكان تريده، يعني الايموجي أصبحت متوفرة على متصفحك جوجل كروم، يمكنك كتابتها بدون أي مشاكل. على سبيل المثال الآن سنذهب إلى الفيسبوك وأقوم بكتابة أي شيء هنا في الرسالة، أضغط على هذه الأيقونة وتظهر لي جميع الايموجي التي أريدها. أضغط مثلا على سبيل المثال هذا الوجه هكذا وهذا وهذا، وبعد ذلك أضغط على كنترول سي وأذهب للمحادثة وأقوم بلصقها وإرسالي هكذا كما ترى أمامك. وفي نفس الحالة وفي المرة الأولى تظهر الوجوه للمستخدم الآخر بكل وضوح. طبعا ربما كان الحاسوب لا يدعم تظهر بعض المربعات في بعض الأشكال، يعني ليست كلها، ولكن في الهاتف وفي المحادثة للشخص الآخر عندما يكون فاتح من خلال الهاتف تظهر له الوجوه بكل سهولة. أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يضر الآن أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية في كافة المجالات التقنية كما ترى أمامك، آي أو إس، فيسبوك، أندرويد، العديد من الحلقات، حاسوب وحلقات يعني منوعة، حلقات في الربح كذلك، يعني حلقات لبعض يعني الكثير من الأشياء، ويندوز كما ترى أمامك. يمكنك الدخول إلى القناة وتصفحها في حالة كنت أول، كانت هذه أول حلقة لحلقات محمد صغير ومدونة العالم الافتراضي، كذلك يمكنك الضغط على زر لايك لصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك وزيارة المدونة th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.